المشاهد، ايه اصعب مشهد بالنسبه لكامل كنت انت حامل همه في اللي فات؟ انا بس كنت عايز ارجع للسؤال بتاع المخرجين. لان المدرسه اللي بيشتغلوا بيها مدرسه واحده، هي مدرسه الميلودراما. لو المدرسه مختلفه هو ده اللي يقلق الممثل، هو اللي يقلق ويقلق المخرج، لان ممكن المخرج طبعا. لو هو اكشن او كوميدي او كذا او كذا ويختلفوا احساسهم هيختلف، ده هيبقى بيتناول بشكل، انما لان احنا ماشيين بميلو دراما واحده فتقريبا ما عندناش مشكله. هو سيستم، انا كممثل بقى انا اللي ببقى هو بيعمل كطاته وكادراته، انا بعمل الشخصيه نفسها بقى، انا بعمل الكاركتر نفسه وبعمل الاحساس نفسه بتاع اللحظه يعني. انما اللي حضرتك قلته بقى اصعب كامل، اصعب مشهد لكامل بالنسبه لك في التسع حلقات. انا عايز اقول لك على حاجه بسيطه جدا هتسهل لك المساله دي كلها. اي مشهد لاي ممثل فينا زي ما كنا بنسال الاستاذه سميره كده، هي عندها هم همين عشان عندها اللهجه الصعيدي. انما هي لحد دلوقتي بتحمل هم اي مشهد، احنا كلنا اما بندخل المشهد حاملين هم كامل جدا باسم يعني. فالمشهد نفسه، المشهد نفسه لو في كلمه واحده عايز اقول لفضل مثلا يعني ايه، انا دي كلمتي في المشهد كله. هو بيقول مونولوج كبير وبعدين بيقفل بعد كلمه يعني ايه بمونولوج تاني كبير. عايز اقول لحضرتك ان كلمه يعني ايه دي انا ببقى حامل همها زي المشهد الكبير. ليه؟ لان هقولها باي معنى، هقولها وانا قاصد منها ايه، هقولها وانا بوجه ايه التعقيد ده يعني كل ده بيبقى يحصل ورا. ايوه لازم اوصل المعنى بالظبط المطلوب من الكلمه. وفي تمثيل صامت يعني قبل ما اتكلم واثناء ما بتكلم وبعد ما اخلص انا بعمل رياكشنات دايما مختلفة. يقولوا الرياكشن اهم من الاكشن اللي هو بيوصل للمعنى. فهم شغلانتكم صعبه قوي، فكل المشاهد صعبه، كل المشاهد شغلانتكم صعبه، مشهد بعينه صعب يعني. انت حبيت فكره انك الشرير ولا ما حبيتهاش؟ هو انا مش شرير ولا انت عملت تقول لي وتبرر انه ده حقي كامل؟ هو انا الحقيقه مش شرير كامل، انت شرير. انا من اول حلقه، انا من اول حلقه والناس تبعت. انت عندك مبرر شرك. ايوه بالظبط، مبرر للشر، بس مش مبرر للشر، مبرر لاسترجاع الحق. لان انا عندي حق، انا كنت مع ابويا بشتغل وبنيت البيت ده على كتافي، وبقول لجمال وبقول لكل اللي معايا ان البيت ده انا بنيه على كتافي وتعبت وشقيت مع ابوكوا وما كانش حد حاسس بيه، فما يجيش تشتريهم كلهم، فما يجيش في الاخر يحرمني من حقي. وحقي اتاخد، اتحرمت من البيت من دخوله، اتحرمت من الميراث، واتجوزت بنت العدو عشان بس ايه يعني، هي هتاخد مني موقف بصراحه. اتجوزتها لان انا عارف ان ابويا ليه حق عند ابوها، فعايز استرد حق ابويا يعني. شوف قد ايه النبل اللي في شخصيه كامل، عظيم عظيم قوي الحقيقه، عظيم عظيم. حتى امي بتحاول يعني برضو تفضل فضل بمعنى الاسم يعني عن كامل بالمعنى ده. احييك يا ناصر الصراحه، والله هو لا هو حبيبي ده فعلا احساس الممثل. لما بحب الشخصيه انا ببقى شايفه لها كل المبررات اللي تسمح لها حتى بالخطا، لاني انا بقيت هي، فهو هو حبيبها. طب وانت اتجوزتيه ليه؟ ما كنت بتحبي فضل؟ ظروف. هتعرف بعدين، هتعرف فيما بعد، الأحداث اللي جاية دي هتعرف ليه أنا في حاجات بتحبيها.